وكالة خلال مؤتمر صحفي أن الامتحانات النهائية للسنة الدراسية الحالية ستشمل طلبة الأقصى والمناطق الأخرى التي يستطيع طلبتها الوصول إلى كركوك لإجراء الامتحانات. القط حسن حضر هذا المؤتمر وأوفانا بالتفاصيل التالية. أعلن مدير عام تربية كركوك وكالة عن تحديد مواعيد الامتحانات النهائية للمراحل الدراسية كافة، مضيفا أن الاستعدادات لإجراء الامتحانات متخذة من قبل المديرية لطلبة وتلاميذ كركوك والنازحين إليها. هذه الامتحانات تشمل طلبة الأغذية والنواحل واقعة تحت سيطرة الحكومة المحلية والمناطق الأخرى ممن يستطيعون الوصول إلى قسم امتحانات مديرية تربية كركوك. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في مبنى المديرية. تجري الامتحانات العامة للمراحل الدراسية، أول مرحلة ابتدائية تجري يوم 17/5 من الشهر القادم إن شاء الله في مركز المحافظة وفي الأغذية والنواحي التي تحت سيطرة الحكومة المركزية. الامتحانات الثالثة المتوسط أي المرحلة المتوسطة ستجري إن شاء الله يوم 7/6 إن شاء الله تجري هذه الامتحانات. تجري أيضا هذه الامتحانات في مركز محافظة كركوك والأغذية والنواحي أيضا التابعة لها وهي داخل تحت السيطرة. هذه الامتحانات مهيئة المراكز الامتحانية لكل مدرسة، وكل مدير مدرسة الآن وكافة الطلبة يعرفون مراكزهم الامتحانية. إذا السنة إن شاء الله لا يوجد أي إرباك في الامتحانات، سوف تكون لكل مدرسة قاعة مخصصة وقاعة معلومة قبل وقت أكثر من 20 أو أكثر من شهر من بدء الامتحانات. الآن وصلتنا تعليمات من الوزارة بخصوص الطلبة الذين يستطيعون الوصول إلى المناطق داخل السيطرة من المناطق التي تقع خارج سيطرة المحافظة أو المحافظات سيطرة الحكومة، سواء كان في محافظة كركوك أو المحافظات الأخرى. أي طالب يستطيع الوصول في هذه الفترة، يعني الفترة قبل الامتحان، يصل إلى محافظة كركوك. بالنسبة لطلبة الصفوف غير المنتهية لحد يوم الامتحان، لحد يوم الامتحان الدور الأول، يستطيع هذا الطالب الالتحاق بالمدارس. بجهود إدارة المحافظة ومديرية التربية تم استقبال ما يقارب 50,000 طالب من كافة المراحل، حيث خصص لهم 60 مدرسة مقسمة ما بين المراحل. فيما أعلن مدير قسم الامتحانات بكركوك عن تقديم التسهيلات للطلبة الذين باستطاعتهم الوصول إلى كركوك لإجراء الامتحانات ومن هم المشمولون بها. النقطة المهمة أنه كما يعلم الجميع بأن كركوك وبتضافر كافة الجهود سواء على مستوى إدارة المحافظة ومجلس المحافظة المتمثل بلجنة التربية والتعليم وبتوجيهات وزارة التربية، أنه استقبلت أبنائنا النازحين والضيوف من كافة المحافظات، حيث بلغ عدد الطلاب الذين التحقوا إلى محافظة كركوك وهم من غير أبناء هذه المحافظة ما يقارب 50,000 طالب في كافة المراحل. كما تعلمون أنه هناك 60 مدرسة فتحت في كركوك، مدارس خاصة للنازحين وبملاكات وإدارات من المحافظات النازحين منها. طلاب هذه المدارس واللي يبلغ عددهم 60 مدرسة، 30 مدرسة ابتدائية و30 مدرسة ثانوية، طلاب هذه المدارس يمتحنون أسوة بطلاب محافظة كركوك وبنفس المواعيد وبمراكز ضمن مراكز المحافظة، أي لا توجد مراكز خاصة. يتم استقبال طلبة المرحلة الابتدائية والمتوسطة والإعدادية بكل مراحلها، لكن التركيز الأكثر يكون على المرحلتين المتوسطة والإعدادية عن طريق استقبال الطالب، فتح فايل للطالب، أخذ تعهد خطي من الطالب، وجلب المستمسكات الأربعة مع 6 صور. يستمر التسجيل ابتداء من اليوم إلى غاية 12/5. الطلبة اللي ما مشمول بها الحالة اللي انتظموا بالدوام في المحافظات الآمنة غير مشمول بهذا. الطلبة المدارس المسائية غير مشمولين، والطلبة الخارجيين حسب التعليمات الأخيرة. كثفت إدارة محافظة كركوك جهودها مع مديرية التربية لتقديم أفضل ما لديها من خدمات لطلبة كركوك والنازحين إليها، وتخصيص الأجواء الملائمة لذلك مع وجود ضغوط كثيرة على إدارة المحافظة ودوائرها الخدمية. هالبرت حسن، فضائية كركوك.
افتتحت في الثانية في كركوك قاعتان للخاسوب ضمن المشاريع التي نفذتها إدارة المحافظة على ميزانية البترودولار في إطار جهودها المبذولة للارتقاء